أحسن الله إليكم. أم عزام تقول الشيخ بأنها اعتمرت في العام الماضي ولم تقصر جهلا منها ولم تستطع أن تذبح شاة، ماذا عليها؟ عليها أن تقصر، باقٍ عليها التقصير، نسك من مناسك الحج فتقصر، وإن كان حصل عليها جماع قبل أن تقصر فعليها ذبح شاة في مكة، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.